عمليات التجميل كانت موجودة من قبل 1500 سنة ميلادي، ابتكروها الهندوس، ويعتقد بأن رحالة من العرب أتعلموها منهم ونقلوها لمصر. سبب وجودها كان لإعادة ترميم الأنف والوجه بأكمله، كما وصفها طبيب يوناني في مدرسة الإسكندرية القديمة. خلال القرن التاسع عشر قررت الكنيسة بالمعارضة، وهذا آخر تطور العمليات التجميلية، لكنها رجعت شهرتها بنفس القرن، والآن صارت شيء طبيعي كل أحد ممكن يقدر يسويه. مساء الخير والسرور، كيف حالكم يا أجمل متابعين لبرنامج مصطلح طبي؟ إيش نقصد بالجراحات التجميلية؟ جوابكم عندي إن شاء الله. الجراحات التجميلية عبارة عن جراحة تسعى لإعادة بناء صفة عند المريض تحتاج إلى إزالة أو تغييرها بناء على المفاهيم العلمية والجراحية. خلونا نشوف مع بعض إيش هي أنواع الجراحة التجميلية، وحستعين بهذه اللوحة معايا. طبعاً في علاج مشكلات متعلقة بالصحة، وفي تصحيح المظاهر الغير طبيعية تكون عيب خلقي ربما عكس علامات الشيخوخة. حنبدأ بتصحيح المظاهر الغير طبيعية، تكون مثلاً زي عمليات الأنف الكبير تصحيحه، تضخم الأورام العميقة، تصغير الثدي اللي يكون حجمه أكبر من الطبيعي. جراحة التجميل، والمعروفة أيضاً باسم الجراحة التجميلية، هي عملية اختيارية تنطوي على تحسين مظهر الشخص. تشمل هذه العمليات شفط الدهون، تكبير الثدي، رأب الأنف، رأب الجفن أو جراحة الجفن، وأيضاً شد الوجه. في علامات كثيرة بتظهر مع الشيخوخة زي التجاعيد، تجاعيد الوجه، ترقق الشعر، الصلع، تمدد الجلد، أشياء ما لها رجعة فيضطر يسوون عمليات تجميلية. الثالثة بتكون لعلاج المشاكل المتعلقة بالصحة، وهذه نوعا ما مهمة، زي السمنة، تسوس الأسنان، انتفاخ البطن، احتباس السوائل في الوجه، مشاكل الجلد المزمنة، الشعر الهش والأظافر. إجراءات التجميل اللي عادة المرضى يروحوا لها: شفط الدهون، تكبير الثدي، تقنيات حقن وإزالة الشعر بالليزر. طبعاً عمليات التجميل تعود إلى مئات السنين سابقة. أول ما بدأت بعمليات اللي هي الترميمية، الآن تطورت بشكل كبير جداً بحيث أنها تشمل مجموعة من التخصصات. في ناس كثير تتفاجأ أنها تشمل جراحات اليد، تشمل جراحات الحروق، تشمل جراحات الجزء من جراحات الوجه والفكين وتجميل الجمجمة، بالإضافة إلى اللي الناس كلها تعرفه، جراحات التجميل التحسينية اللي يدخل تحتها الشافط والشد الجراحي، تجميل الأنف، هذه كلها تدخل تحت التحسينية. وفي برضو تخصص اللي هو في ناس كثير ما تعرفه، اللي هو تجميل الأطفال. الأطفال اللي عندهم الشفة الأرنبية أو عندهم تشوهات خلقية، فهذه كلها تدخل تخصصات فرعية من جراحة التجميل. احنا عايزين نفرق ما بين جراحة التجميل وما بين الحاجات التجميلية الغير جراحية. جراحة التجميل عشان نبسطها على الناس، جراحة التجميل يعني أنا دخلت أوضة عمليات، خدت بنج، مسكت مشرط في ايدي كده، دي جراحة تجميل. انا رحت العيادة للدكتور، حطيت شوية كريم مخدر، عملت حاجة من غير ما تبنج، من غير ما نام، مفيش حاجة اتقطعت ولا اتفتحت ولا اتعملت، ده زي ما بنقول office procedure. لو بنتكلم على الوجه، فلو الموضوع بسيط في الاول، شوية تجاعيد، شوية نقص في دهون في اماكن معينة، حاجات بسيطة، انا بقدر اتدخل بطريقتي اللي هي تدخل غير جراحي، سواء بوتوكس، فيلر، خيوط، كل الكلام ده. لكن اذا الموضوع زاد عن حده ولقيت فيه مشاكل جامدة في الوجه، زي الجيوب الشديدة اللي حوالين العين، زي يكون في تهدل في البشرة جامد، في زيادة في الجلد زي الناس اللي عندها الرقبة، ساعتها بحولهم الى الجراحة، زميلي الطبيب الجراح. لو في مشاكل تانية مشتركة بيننا هنكمل بعض بقى، زي الجروح، زي اثار الحروق لا قدر الله، اثار العمليات،
في هذه الأحوال بيكون هو له تصرفات جراحية زي أنه يشيل بعض من الجروح دي أو بعض من الآثار يشيلها، وأنا أكمل بالليزر على الباقي علشان يوصل لأفضل نتيجة ممكنة للمريض. طبعا عمليات التجميل تعتبر آمنة، لكن في شروط عساس تكون العملية هذه آمنة. إذا المريض اختار طبيب المؤهل المختص في المجال هذا، لأنه للأسف في ناس كثير تروح عند أطباء غير مختصين يجرون عمليات تجميلية، فهذه تنتهي بصراحة بنتائج كارثية ونتائج غير محمودة. فعساس تكون آمنة، أهم شرط يكون الطبيب مؤهل لإجراء العملية هذه، المريضة تكون فعلا محتاجة العملية هذه، ما هو فقط تحقيقا لرغباتها. في ناس كثير الآن بس تلحق الموضة، تشوف صورة فلانة بيكون زيها، فطبعا إذا هي بتجري ورا الشيء هذا هتكون نتائج برضه سيئة. الشيء الأخير اللي هي لابد أن المريضة تكون بصحة عامة جيدة. المرضى اللي عنده مشاكل فرضا مزمنة القلب أو عندها مرض سكر غير منتظم أو ضغط غير منتظم، هذا يؤدي إلى زيادة الخطورة في العمليات هذه. فإذا تحققت الشروط الثلاثة اللي قلناها سابقا غالبا تكون عمليات آمنة وما منها مشاكل. كانت عمليات التجميل الجراحية الأكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم في عام 2017 ميلادي تكبير الثدي، تليها جراحة شفط الدهون. وشملت الإجراءات غير الجراحية الأكثر شيوعاً توكسين بوتولينيوم أو البوتوكس، إزالة الشعر. تركز ثلاث من أفضل العمليات الجراحية الخمسة على الجسم: عمليتي جراحات الوجه وإعادة تشكيل الأنف وجراحة الجفن، انخفض كلاهما بشكل طفيف. وأيضا هنالك الإجراءات المتخصصة لمناطق مختلفة من الوجه والرقبة، مثل إجراء شد الرقبة الذي يمكن إجراؤه دون الحاجة إلى عملية تجميل كاملة، قد تفسر أيضا بعض هذه التغييرات. طبعا احنا تكلمنا عنها انها تخصصات، بس نقدر نفرق بين التخصصين الكبيره في جراحه التجميل: الترميميه والتحسينيه. الترميميه هذا لما يكون في تشوه ناتج عن عيب خلقي او ناتج عن حادث او ناتج عن الله يبعد عنه عنكم اللي استئصال الاورام، فيكون في تشوه كبير، فنحتاج ان نعدل التشوه هذا، نخليه الانسان هذا يكون بشكل شبه طبيعي. لكن في الناس اللي هم اصلا طبيعيين بس تعاني فرضا من كمثال من مشكله في تراكم الدهون في منطقه الخصر، او يكون عندها ترهلات بسيطه بعد الحمل والولاده، فهذه كلها تدخل تحت العمليات التحسينيه او التجميليه. خلينا نقول الاحتياج لجراحات التجميل هو احتياج من شقين: يا إما احتياج عضوي، يعني أنا عندي مشكلة في الجسم قد لا تبدو ظاهرة، يعني ممكن يكون في حاجة في جسمي نسبتها مش مظبوطة، واحدة صدرها صغير شوية، حد بطنه كبيرة بدرجة تعيقه. الرجال بقى العكس، الرجال اللي صدرهم كبر شوية ودي مشكلة، دي جراحات لا أنا عندي مشكلة عضوية وعاملة لازم أصلحها جراحة. في مشاكل تانية قد تبدو مقبولة للآخرين ولكن بالنسبة للمريض هي غير مقبولة نفسيا، زي السيدة مثلا اللي صدرها حجمه مش صغير قوي، ما نقولش مرضي، ولكن في مشكلة مثلا بعد الرضاعة انه حصل فيه تهدل. نفس المشاكل بنقولها بالنسبة لحاجات تانية زي ان البطن تكبر شوية بعد الولادة يحصل فيه تهدل، ستريتش ماركس اللي هي الخطوط التمدد العنيفة، ان الشخص يخس جامد في الوزن قوي. يا دكتور مؤيد، ممكن حد تاني يقول لك طب انت صحتك كويسة وشكلك الخارجي جيد ليه تدخل الجراحة؟ بس نفسيا ده الشق النفسي بقى التاني، مش متقبل نفسه. طبعا لابد ندرك حقيقة الناس هي ما هي شايفتها، انه كل المرضى اللي يجون يطلبون يعملون عمليات تجميل هم اصلا غير مرضى، هم صحتهم جيدة، هي ما تشتكي من اي اعراض، ما عندها الم، ما عندها اي اعراض اخرى، ما عندها صداع، ما عندها اي شيء. هي المشكلة انه في شيء في شكلها مؤثر على نفسيتها، مؤثر على ثقتها في نفسها، فهذا يؤدي إلى أنه اختلاطها بالمجتمع، حتى أدائها في البيت، العلاقات الزوجية، هذه كلها ممكن تأثر بشكل سلبي وبشكل قوي جدا إذا كان المشكلة اللي تعاني منها مؤثر على نفسيتها. فما في شك أنه إجراء العملية بطريقة صحيحة وتحسين المنطقة اللي تشتكي منها المريضة هيؤدي في الأخير إلى تحسين نفسيتها، تعزيز ثقتها بنفسها، وهذا يؤدي إلى نقدر نقول أداء أكثر كفاءة في حياتها المجتمعية.
المواد طبعا كان في مواد كثير عبر التاريخ، خلال 30 سنة راحت في مواد كثير حاولت الشركات انه على اساس تنتجها تستخدم في الحقن التجميلي، لكن مع الوقت اثبتت انه كثير من المواد هذه كانت غير امنه. المادتين الرئيسيه اللي موجوده الان في العصر الحديث وهي امنه جدا ونتائجها يعني جدا ممتازه، تكون هي عباره عن مادتين، ماده مختصه بالحقن اللي هي للتعبئة، مثل مادة لكل المواد اللي تستخدم من أو تشتق من الهيرونيك أسيد أو الأحماض الأمينية. هذه أثبتت فاعلية وأمان كبير جدا وأغلبها حائز على شهادات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. المادة الأخرى اللي هي مادة الكل يعرفها طبعا اللي هي البوتوكس. البوتوكس طبعا يهدف دائما إلى إزالة التجاعيد، خصوصا التجاعيد الحركية اللي تظهر مع تعبيرات الوجه. طبعا كلنا في التقدم مع العمر تظهر التجاعيد هذه، وناس كثير تأثر على نفسيتها، ممكن نستخدم البوتوكس. البوتوكس تأثيره طبعا مؤقت دائما 6 شهور وتحتاج تعيده، لكنه في المقابل نتائجه جدا ممتازة وما له ذيك المشاكل. بالنسبة للأجهزة، الأجهزة كان يعني استخدامها محدود جدا إلى 15 سنة الأخيرة، هذه بدأت تدخل أجهزة كثير الآن لعمليات شد الجسم من غير تدخل جراحي. طبعا لابد أنها تستخدم في الحالات الخاصة لها والحالات اللي ممكن تستخدم، مو كل الحالات نقدر نستخدم فيها الأجهزة، بس الآن في أجهزة كثير ما كانت موجودة سابقا، أجهزة تعتمد على الموجات الصوتية، أجهزة تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية، وفي أجهزة تعتمد على الليزر، وفي غيرها كثير. بس أنا طبعا أحب أنبه الناس كلها أنه الجهاز ليس هو دائما الحل، الحل هو اللي يعني هو اللي يشرحه لك طبيبك وهو اللي يفضله لك طبيبك. في حالات ممكن تستفيد من الأجهزة هذه وفي حالات لا. في مرض اسمه body dysmorphic disorder، هو على طول أو هي على طول شايفة نفسها ملخبطة زي ما بنقول dysmorphic، شكلها مش مزبط، مهما عمل لها الطبيب هتفضل شايفة نفسها كده. عملوا دراسة وقالوا لكل واحدة من الناس دي خدي الورقة بصي في المراية وارسمي نفسك، فرسمت نفسها بصورة مشوهة جدا. اللي رسمت نفسها مناخيرها كبيرة، واللي رسمت نفسها من تحت كبيرة جدا، واللي رسمت نفسها من فوق صغيرة جدا، يعني شكل مشوه جدا غير الحقيقة. شايفينها كويسة وهي شايفة نفسها كده. لو الطبيب يعني أمين معاها هيقول لها لا أنت مش محتاجة، نسبك كويسة، أنت إنسانة كويسة، روحي لحد يصلح لك المشكلة دي. عندي سؤال أبغى أسألكم، هو هل هذا اللي بنسويه شيء فعلاً بيحسن صحة المريض النفسية؟ ولا هل نحن، أقصد المرضى والدكاترة، شركاء في تخريب حب الذات للمريض؟ طبعاً في ناس كثير تقول عملياتكم قص ولزق. طبعاً أخذوها، هي طبعاً بدأت من زملائنا الجراحين الثانيين يقولون أنتم من جراحين التجميل تسوون قص ولزق. ليه؟ لأنه في جزء من عملياتنا اللي هي في العمليات الترميمية اللي هي الترقيع، لناخذ جلد من مكان ونحطه في مكان، هذا ما يكون في عمليات التجميل التحسينيه. بس في الاخير طبعا احنا نقول لا، هذه ما هي عمليات قص ولزق. العمليات اللي احنا نجريها تعتمد بشكل كبير على عمليه توازن للجسم، نتكلم بالذات على عمليات التحسينيه، عمليه توازن، عمليه ازاله الجلد الزائد في مناطق معينه، وهذا كله ان كان تجميل وان كان احنا نشوفه فن، لكنه يعتمد ويخضع لقوانين الطب عموما، فلابد يتم إجراءها بطريقة صحيحة على أساس أنه ما يكون لنا مشاكل مثل الله لا يقدر التهابات أو تشوهات. الأمان نسبي، خلينا نقول كده. يعني إذا أنا محتاجة العملية والعملية دي يعملها طبيب كفء في مستشفى مجهزة في فريق طبي كويس، أنا بتكلم على العمليات الآن، فأنا إن شاء الله في أمان. طبعا في نسب للمشاكل ولكنها نسب اعتبرها يعني مستبعده قدريه زي ما بنقول، ما دام انا اتبعت كل الاجراءات. معلش انا ممكن ابقى في عربيتي ويحصل لي لا قدر الله حاجه، فما دام انا اتبعت كل الاجراءات السليمه يبقى انا ان شاء الله في امان. برضو نفس الكلام لو رايحه اعمل حاجه غير جراحيه لازم يكون الطبيب ده مؤهل ومدرب كفايه على الاجراء ده، ده مهمه جدا جدا فوق الوصف، ويكون طبيب من الاساس يا رب، بالذات شغل الليزر وشغل التجميل. يعني الليزر ده بقوا بيعتبروه زي الجهاز كده، يمسك يد الليزر ويحط وخلاص حاجات حافظها، بصرف النظر المريضة دي عندها مرض يمنعها من الليزر، عندها حاجة تعمل تفاعل عكسي
عندها مرض معدي هيتنقل بالجهاز ده لحد تاني. نفس الكلام بالنسبة لو هحط فيلر، لو هحط بوتوكس، لو هحط خيوط، لازم الطبيب يكون زي ما قلنا مؤهل مدرب. لازم المادة اللي بستخدمها ما استرخصش، ما روحش لحد عشان أنا والله أصل في باكج، في أوفر، أصل أنا النهاردة رايحة أعمل 3 بسعر 2. والله العظيم بتحصل. ونرجع بعد كده نشوف إحنا المشاكل، مشاكل كتير. في دراسة نفسية أجريت لتحديد سبب وقوع الناس في العمليات التجميلية، وبينت لنا أنه انخفاض حب الذات هو العامل الأساسي والرئيسي لإجراء الناس لهذه العمليات، اللي أقصده العمليات الغير ضرورية. بالأخص من هذه العمليات الغير ضرورية وغير مهمة عمليات الثدي، وهذا يوضح لنا بحجم العبء النفسي اللي يرتبط بمظهر الثدي وينخفض بشكل كبير بعد الجراحة. لقينا بأنه الجراحة تحسن الحالة النفسية للناس اللي يكونوا تحت المشرط، لكن الشعور بهذا الرضا للأسف ما يستمر. أكدت دراسة أخرى بأن العلاقة بين العمليات التجميلية ترتبط بشكل عكسي مع رضا الذات، بمعنى كل ما سوى الواحد عمليات كل ما انخفض حبه لذاته وكان الرضا فقط للمظهر الخارجي. إحصائية أجريت في المملكة لقت بأنه تقريباً 1874 مشترك 90% هم من النساء سووا عمليات تجميلية عشان فقط تنافس النساء الأخريات وعشان تبان أجمل من الباقيات. وسائل الإعلام والإنترنت وأهم شيء عدم الرضا بالذات هي من أقوى العوامل المؤثرة علينا وعلى رغبتنا لعمليات التجميل. بالنسبة للوجه السيليكون ده خلاص ده مرفوض دوليا، في مادتين 90% من حقن الفيلر بيبقى مادة اسمها هيليورونيك أسيد، هو مادة شبيهة بالكولاجين بتاع البشرة لدرجة ان الجسم بيدوبها في خلال 9 شهور إلى سنة. وعشان كده احنا بنقول انها آمنة جدا. جزء ضئيل جدا من الفيلر بيسمى مادة اسمها كالسيوم هيدروكسي أباتايت، وهي مادة بتتميز بلونها الأبيض. دي مادة بتقعد فترة أطول ولكن ما ينفعش أدوبها، والجسم ما بيقدرش يدوبها قوي بسرعة، فدي لها استعمالات محددة جدا مش أي حد يستعملها. والله بحكم أن أنا يعني شايب لاحظت هذا الشيء من زمان، يعني من فوق 10-15 سنة كنا نلاحظ بالذات العمليات التجميل التحسينية اللي هي عبارة عن الشفط، شد الوجه، شد أجزاء معينة من الجسم، المجتمع كان ينظر لها نظرة دونية وكان يعني في خجل في الموضوع. كانوا مريضات كثير يجون العيادة ما تعطينا اسمها الحقيقي، تعطينا اسم واحدة ثانية لأنه كان في شيء من الخجل في الموضوع. الفترة الحالية لا، الناس أدركت أهمية عمليات التجميل التحسينية، أدركت أنها فعلا تأثر في نوعية حياة الإنسان، فبدأ الناس يقبلوا عليها بشكل أكثر وبجرأة أكبر. وفي كثير من المريضات الآن بتحول تقول أنا عملت عند الدكتور ولقيت النتيجة الفلانية، يعني بتخبر صاحباتها وبتخبر أهلها. فملاحظ أنه الآن نظرة المجتمع تغيرت بشكل كبير، ونعتقد أنه النظرة الصحيحة الآن. أهم نصيحة أني أنصح للمتابعين أنه ما تجروا وراء الموضة، ما تجروا وراء الصور. في كثير تجي تشوف صورة في الانستغرام أو في سناب أو في السوشيال ميديا عموما أني أبي أكون زي فلان، هذا خطأ الآن وحيكون خطأ في المستقبل. أنت إذا عندك مشكلة تتجه لطبيب مؤهل يقول لك مشكلتك الفلانية إيش وإيش الحل المفروض ينعمل، فحساس أنك تحصل على عملية يعني أو نتيجة كويسة ومن دون مشاكل. الجري وراء الموضة، الجري وراء الصور الوهمية هذه هو اللي دائما يؤدي إلى مشاكل. سواء كنت مهتم بالإجراءات الجراحية أو الغير جراحية، يمكن لجراح التجميل المعتمد مساعدتك في استكشاف جميع خياراتك. في كثير من الأحيان يشمل ذلك الزواج من العمليات الجراحية وغير الجراحية معا. التدريب المكثف والمستمر للجراحين يمكنهم تقديم مجموعة كاملة من الإجراءات لتلبية أهداف مرضاهم. ما
يحتاج أقلد كل موضة، ما يحتاج ألحق كل موضة، أنا راضية بشكلي، أنا راضية بشكلي، أنا راضية بشكلي. كلنا جميلين وكلنا بنكون أجمل وزي العسل بإذن الله تعالى إذا اشتغلنا على نفسنا من الداخل بدل ما نهتم فيها من الخارج. شو أخبار مستوى رضا الذات عندك علي؟ مكتفي ويا رب لك الحمد حبيبي. يعطيكم العافية وإن شاء الله أكون أفدناكم. السلام عليكم.